فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، فمن لهم إن لم نكن نحن لهم، فهم أبناؤنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. كيف حالكم؟ عساكم طيبين؟ الحمد لله. شلون استعداداتكم اليوم؟ زين. أنا بسألكم سؤال وطبعاً اللي يعرف يجاوب، زين؟ إن شاء الله. أول قبيلة انزلت مكة هي قبيلة عربية طبعاً، شو اسمها؟ جرهم. ما شاء الله، أقول لك ارفع يدك، جرهم صح، قبيلة جرهم. بس نزل مكة قبلهم من؟ إبراهيم عليه السلام. هاجر وابنها إسماعيل، طبعاً اللي جابهم إبراهيم أحسن عليه السلام. فإسماعيل عليه السلام نشا وشاب وعجبهم حين شاب، فزوجوه امرأة منهم. إسماعيل عجمي ولا عربي؟ عجمي. عجمي. وزوجته؟ سارة. لا، إسماعيل. إسماعيل هاجر. زوجة إسماعيل شبابها توني قلناها، هي من أي قبيلة؟ جرهم. فإبراهيم عليه السلام بعد فترة جاي يطالع ابنه إسماعيل، أنا من زمان ما شافه، دق الباب على بيته، طلع زوجته قال أين زوجك إسماعيل؟ قالت ذهب يبتغي لنا. تعرفون إيش معناته يبتغي لنا؟ يجيب لنا أكل. يعني يروح يصيد، يصطاد. يعني يصطاد أرانب، غزلان، حمار وحشي. حمار وحشي يؤكل ولا حصان؟ يؤكل. يؤكل. ها؟ كلت حمار وحشي؟ لا. وفاتك كلت سعد؟ لا. انا كلت صراحه في افريقيا، نزلنا مطعم قلنا ايش عندك؟ قال عندي كذا غزال وعندي حمار وحشي. قلت هات نطبخ السنه، فكلت حمار وحشي طبخ، وجبت الطبق الثاني تاكل حمار وحشي محشي من احسن ما يمكن. تبي تجربونه؟ المهم تقول ذهب يبتغي لنا. فقال انزين كيف اعيشكم؟ من السائل هني؟ إبراهيم عليه السلام. كيف عشكم؟ قالت نحن في ضيق وشدة. قال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. فجاء إسماعيل عليه السلام فكأنه آنس شيئا، قال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، سألني عنك فأخبرته، فسألني عن عيشنا فقلت إننا في ضيق وشدة. فقال قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أوصاني إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. قال ذاك أبي وأمرني بطلاقك أنت العتبة، مع السلامة. طلقها وتزوج واحدة ثانية من جرهم. جاء إبراهيم عليه السلام، أنتم متابعين لي ولا لا؟ جاء إبراهيم عليه السلام دق الباب على بيت إسماعيل، طلعت الزوجة هاي الثانية، قال أين إسماعيل؟ قالت ذهب يبتغي لنا، يعني يصيد. قال لها كيف عيشكم؟ قالت نحن الحمد لله بخير ونعمة وسعة، وأثنت على الله. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال فما طعامكم؟ قالت اللحم. سبحان الله، إيش شرابهم؟ الماء. وإيش طعامهم؟ اللحم. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، ولم يكن لهم يومين ذي حب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولو كان لهم دعا لهم فيه، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. إيش معنى هذا؟ في غير مكة لو دائما بس ماء ولحم أكيد بيصدق مرض، أقل شيء داء النقرس، لكن في مكة ما يصيبك شيء. لدعوة من؟ دعوة من؟ إبراهيم عليه السلام. زين، دعوة إبراهيم عليه السلام. زين، بعدين لما جاء إسماعيل سأل هل جاكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا صفة. أي قبل الله يطلع، قال إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليثبت عتبة بابه. راح إبراهيم، جاء إسماعيل عليه السلام، قال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ صفته كذا وكذا وصفته، وسألني عنك فأخبرته، وسألني عن عيشنا فأخبرته أننا في نعمة وخير وسعة. فهل أوصاك بشيء؟ قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرئك السلام ويقول ثبت عتبة بابك. قال هذاك أبي وأنت العتبة، أمرني بإمساكك. زين، مرت الأيام
ولا ابراهيم جاي ايضا عليه السلام يطالع اسماعيل وين من زمان ما شايفه، ولا شافه تحت دوحه فوق زمزم. ايش مع الدوحه؟ شجره. شجره مثلا الشجره تعرف دوحه فوق زمزم قاعد يبري نبلا له. تعرفوا النبل طبعا؟ ها ما النبل النبل ايه ما جربت الصيد بالنبل؟ نباله. ايه نباله ما الاول اي نضرب فيها نص عاد تضرب العصافير. ها مساكين ما ادري عليك. اسمعني، فانا وعمامك هناك عمر ومحمد، عمر عمك عمر اسلم على يد واحد، وبعدين رحنا الغابه، الغابه الاستوائيه في كينيا، فتعرفنا على واحد اكرمنا وغدانا ذاك الغداء الطيب واخذنا الى اوساط الغابه وقال تعالوا ارويكم بعض الاشياء. علمنا اعطانا قوس وفي سهم، هاي آلة الصيد، شو قوس فيه وفي سهم يلا صيد. حاولت انا ما عرفت، والاعمامك حاولوا ما قدروا ولا عرفوا، فهم معتادين يصيدون بها. ان شاء الله تجربون هالوسيله. ها نروح مع بعض ان شاء الله الغابات الاستوائيه ونصيد يعني غزلان. غزلان ما تصل، لكن قد تصيد مثلا شو اسمه اسد. ولا هو يصيدك؟ لا هو يصيدك. المهم يعني يصيد بعض الحيوانات الموجوده. على اي حال، فالاول ما شاف اسماعيل عليه السلام ابوه جاي ومن سنين ما شافه، ايش سوى؟ تتوقعون ايش سوى؟ تصور المنظر الحين، ايش سوى؟ تفاجئ. اه ايش؟ تفاجئ. اي تفاجئ اكيد، بس ايش سوى؟ قال اترك اللي في يدك. لا يباع. الحين انا عبد اللطيف ها؟ الله امر بشيء يعني. لا يباع. انت الحين انا ابوك وجاي من سفر مثلا. اول ما تشوفني ايش بتسوي؟ احضنك. احضنك احسن. اه كيف حالك؟ شلونك؟ عصي طيب؟ وينك يا يبا؟ وتلقى الدموع تنهل. ها مثل الشيخ سعد اول ما يشوفني يحب يدي ويحب راسي. جزاه الله خير. وانتم كذلك تحبون ابهاتكم وامهاتكم. ها زين. المهم، فقال ابراهيم عليه السلام قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر، قال افعل ما امرك ربك. قال وتعينني؟ قال وعينك. قال ان الله امرني ان ابني له ها هنا بيتا، واشار الى اكمه مرتفعه عما حولها. فقام اسماعيل عليه السلام ينقل الحجاره وابراهيم عليه السلام يبني، هذا ينقل الحجاره وهذا يبني يبني يبني. واثناء البناء يقولون كما ذكر الله تعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. شوف ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يقولون هذا الدعاء وهم يبنون هذا البيت العظيم، ها اللي ما له مثيل، ومع ذلك يسألون الله القبول. ارتفع البناء رضما فوق القامة عبارة حجارة عن فوق حجارة. طبعا ما في رضم. تعرفون شو رضم شنو يعني؟ يعني ما في استقامة. لا لا سمنت. شوف أنت الحين لما تحط الطابوق على بعض على بعض شو تسوي؟ اسمنت فيما بينهم. هذا ما في شيء. شو كان يثبت؟ بس يثبت الله ثبته. المهم حجر فوق حجر بطريقة معينة. زين والصورة بعدين رضما فوق القامة. الآن كيف يضع إبراهيم عليه السلام الحجارة فوق بعض؟ يأخذها ويحطها فوق. لا، إسماعيل عليه السلام جاب حجر سمي فيما بعد بالمقام، جاء وقف عليه إبراهيم وقام يضع الحجارة في موضعها. هذا يسمونه المقام. تعرفون المقام؟ إيه المقام. إيه طبعاً أثرت رجله في المقام وانطبع الأثر. أنا أسأل من لحم موجود. هذا رجله الآن كانت حافية ولا منتعل؟ حافية. إيه الأثر لا زال موجود. ونصلي إحنا بعد أول ما نطوف الكعبة نصلي. نصلي عند المقام سنة ركعتين. الآن المقام طبعاً يعني ملاصق للكعبة ولا مكان ثاني؟ لا مكان ثاني. لا ملاصق للكعبة شوي. لا مو ملاصق، كان ملاصق للكعبة. لكن الآن جاء سيدنا عمر رضي الله عنه وأبعده إلى هالمكان اللي تشوفونه. هو في البداية كان ملاصق. الحين شلون بيضع إبراهيم عليه السلام الحجارة في موضعها؟ صح ولا لا؟ فجاء من اللي أخر عن هذا الموضع؟ عمر رضي الله عنه. بس إذا ما تشوف ما بتلاقي أثره صح؟ لا الأثر موجود ليوم إلى هذا اليوم. ما شلون نحركه؟ لا موجود الآن في عليها طبعاً هذا الشبك الزجاجي والهاي حتى يحفظونه، بس الأثر لا زال موجود إلى يومك. نشوف من قرون عديدة. إذا كان بين عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، يعني 6 قرون في رواية الإمام
في رواية سلمان رضي الله عنه رواها على ما أذكر الإمام أحمد 600 سنة. إذا كم بين إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ واجد ها؟ واجد. المهم اكتمل البناء أي، وكان طول الكعبة 9 أذرع، 9 أذرع ومن غير سقف، والباب كان ملصق بالأرض. زين إخواني جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونراكم على خير إن شاء الله.